وش خص نبدأ؟ من صدفة فيديو لرجل فقير طاع في السن سريع الانفعال إلى شخص حياته تغيرت بفضل مواقع التواصل الاجتماعي وحصة اليد في اليد هو وعائلته. هذه هي قصة عمي عمر، ذلك الرجل الطاعن في السن من ولاية عين الدفلة. انتشرت مقاطع له على تطبيق التيك توك، فكان حظه في الدنيا أن تتغير حياته بفضل تبرعات ناس الخير. فالجزائر وأولادها معروفون بالجود والكرم. في يوم دقت حصة اليد في اليد أبواب بيته، ففتح لهم عمي عمر قلبه لهم، فبدأ الأشخاص ليس لتغيير بيته فقط، بل تعدوا ذلك في تجديد متجره البسيط لتغييره وتعميره وإرجاعه في أحسن حال. بل أيضا قام ناس الخير بالتبرع بملابس لابنه لكي يفتح بها محلا لبيع الملابس، فكان هذا نصيبه من الدنيا. هل توقف الخير؟ طبعا لا، فقامت الحصة أيضا بتزويجه وإقامه عرس ضخم لابنه سليم لم تشهد المنطقة نظيرا له. هكذا كانت حياة عمي عمر ماريو، وكيف قام أبناء الجزائر بتغيير حياة هذا الشخص وفي مدة أقل من سنة. هكذا هم أبناء الجزائر، أبناء الجود والكرم. نترككم مع الصور كيف أصبح منزله ومحلاته.